بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في حاشية العلامة الشيخ عبد الله الشرقاوي على شرح الهدهد على السنوسية الصغرى المسمى بأم البراهين، وقد وصلنا عند الكلام في صفة المخالفة للحوادث، حيث قال: والمخالفة للحوادث عبارة عن نفي المماثلة في الذات والصفات والأفعال. هذا هو الشرح الحقيقي أو المطلوب فهمه أو الذي يجب أن يكون عليه الاعتقاد بالنسبة لفهم قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، أو للصفة المسمى بالمخالفة للحوادث. فينبغي أن نفهمها هكذا: نفي المماثلة في الذات والصفات والأفعال، أي ذات الله تعالى. هذا هو الشرح: ليس كذات شيء من المخلوقات. وذوات المخلوقات إما أجرام وإما أعراض، فمعنى أن ذات الله تعالى ليس كذات شيء من المخلوقات يعني ليست جرما. ومعروف معنى الجرم هو الذي يشغل حيزا من الفراغ. وصفاته ليست كصفات المخلوقات، ومعلوم أن صفات المخلوقات حادثة، وصفاته سبحانه وتعالى ليست حادثة. وصفات المخلوقات حادثة مخصوصة، يعني هناك من خصصها وهو الله تعالى. أما صفاته سبحانه وتعالى فليست مخصصة، و هي قديمة. وأفعاله ليست كأفعال المخلوقات، لأن أفعال المخلوقات حادثة مكتسبة، بل هو سبحانه وتعالى الخالق للكائنات بلا واسطة ولا معين. يعني إذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئا فخلقه تعالى خلق مباشر، يعني لا يتوسط شيء مع الله سبحانه وتعالى في إيجاد شيء آخر، أو لا يوجد الله تعالى شيئا ولا بد أن يكون هناك شيء آخر يكون واسطة، ولا يحتاج سبحانه وتعالى لمن يعينه يعني يساعده أو يعاونه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحوادث التي الحق سبحانه وتعالى
يوصف بأنه مخالف لها، المراد بها المخلوقات. يلا اللي حيقرأ الحاشية الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشارح والمحشي رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. والمخالفة للحوادث عبارة عن نفي. احنا عايزين نقرأ، ما انا قرأت هذا يا شيخ. اين العقل؟ لا حول ولا قوة. امال احنا قرأنا ايه الان؟ كأنك لم تحضر قبل ذلك. قوله يقول المخالفة نفي المماثلة الى اخره. احنا فين يا اخ؟ صفحة كام؟ مين اللي هو ماشي معانا يقرأ عشان ما تعبناش؟ عايزين نقرأ قراءة سليمة. فين من أول إيه هنقرأ؟ نعم؟ وعبارة ماشي. من أول هنا والمخالفة للحوادث عبارة، أول كلمة تحت عبارة. قوله وعبارة عن نفي المماثلة. لا يخفى ما في، يعني المخالفة للحوادث عبارة عن نفي المماثلة، مش كده؟ فيقول في الحاشية قوله وعبارة، بس ما فيش واو فوق. المخالفة ايه؟ عبارة. هل احنا تركنا شيء؟ ماشي، يبقى المفروض يقول عبارة. يلا. قوله عبارة عن نفي المماثلة لا يخفى ما في كلامه من التسمح، إذ العبارة اللفظ المعبر به، فيقتضي أن المخالفة لفظ وليس كذلك. يعني بيقول في تسمح، يعني شيء من التجاوز، لأنه قال المخالفة لما شرحها قال هي عبارة، وكلمة عبارة يعني معناها لفظ، فهذا يقتضي أن المخالفة مجرد لفظ، وليس كذلك، بل هي حقائق وهي معاني. واضح؟ طب يعني في تجاوز، التجاوز عن إيه؟ يعني هي مش عبارة، يعني هو تجاوز المعنى واختصره في كلمة عبارة، لكنه هو لا يقصد ذلك، لأن كلمة عبارة يعني المعبر به. فلما يقول المخالفة عبارة يعني كأنه العبارة هي المخالفة. لا، المخالفة هي معنى وهي اعتقاد وهي حقائق. وليس كذلك، بل هي مدلول ذلك اللفظ. يبقى إذن المخالفة مش هي اللفظ، بل هي ما يدل عليه اللفظ. إذن فكان الأولى أن يحذف كلمة عبارة، ويقول المخالفة للحوادث فوق هي نفي المماثلة على طول، من غير ما يقول كلمة عبارة، لأن العبارة تنحصر في الألفاظ. فكان الأولى أن يقول المخالفة نفي، أن ذوات المخلوقات عبارة عن أجريز من الفراغ، والحيز يعني المكان الذي يحل فيه الجرم، ولا حاجة لقوله كالأجرام لعلمه مما قبله، لا يقال مقتضى القاعدة، وهي أن النفي إذا دخل على كلام مقيد بقيد كان مصبه ذلك القيد أن يكون المنفي في كلامه هو كالأجرام. يعني هذه العبارة أيضا فيها خطورة، عندما يقول ذاته تعالى
ليست جرما كالأجرام، فهذا يفيد ثبوت الجرمية، لا نفي الجرمية، إلا أن القضية حتبقى إيه؟ أنها جرم ولكنها ليست كالأجرام. ولذلك بيقول ولا حاجة لقوله كالأجرام. ولذلك سبحان الله لما نألف أو نكتب شيء أحيانا نطنب في نجيب عبارات ملاش لازمة وتفسد المعنى. فهو لو قال ليس جرما ما كان عرفنا احنا ايه معنى الجرم، وانه الجرم متحيز وكذا وخلاص. انما عندما يقول ليس جرما كالأجرام فكأنه يقول انها جرم ولكنها ليست كالأجرام. فهمنا؟ صحيح هو لا يقصد هذا، ولكن يقصد أنها لو كانت جرما لكانت كالأجرام. فهمنا؟ لكنها حيحصل إيه؟ الالتباس. ولذلك قال لا حاجة لعلمه مما قبله من نفي إيه الجرمية، ليست جرما، إذن ليست من الأجرام وليست كالأجرام، فما الحاجة إلى أن يزيد؟ والزيادة دائما أو غالبا أو كثيرا توقع فيه احتمالات أخرى. صحيح ممكن تكون الزيادة مهمة للتوضيح أو كأنها تبين أو تفسر، إنما هنا بالذات لازم نحتاط أشد الاحتياط. يعني إذا كان النفي بكلمة منفعش تخليهم اثنين، إذا كان المعنى حيفهم من سطر منفعش تخليهم سطرين، إيه لزوم السطر الزائد. ليه الكلام ده؟ عشان بيقول لك إيه مقتضى القاعدة أن النفي إذا دخل على كلام مقيد بقيد كان مصبه على القيد. أقول لك الشيخ ده ليس قارئا كالقراء، يبقى كده إحنا بننفي إيه دلوقت القيد اللي هو كالقراء ولكنه قارئ متميز مثلا. إنما أنت لا تقصد أنك تقول هو قارئ متميز، وإنما تريد أن تقول ليس هو قارئ أصلا. فهمنا؟ يعني كده العبارة فيها محظور ولا ما هو القاعدة كده إنه إذا الكلام مقيد بقيد يبقى النفي منصب على القيد مش على أصل الكلام. لا يقال مقتضى القاعدة وهي أن النفي إذا دخل على كلام مقيد بقيد كان مصبه ذلك القيد أن يكون المنفي في كلامه هو يبقى مش المنفي الجرمية، وإنما المنفي أن يكون الجرم كالأجرام. نعم. هو ده المنفي. فيفيد ثبوت الجرمية. هذه أتفهمتها. فيفيد يعني الكلام ده ثبوت الجرمية له تعالى وهو باطل، لأننا نقول القاعدة اللي هي بتاعت إذا دخل الكلام، القاعدة الأول حتى نعرف أغلبية ولا مش أغلبية ما هي، أن النفي إذا هذه القاعدة سواء كان أغلبية مش أغلبية ده حي في الرد، أن النفي إذا دخل على كلام مقيد بقيد كان مصبه ذلك القيد. فنقول القاعدة أغلبية ويكون مصبه يعني الكلام منصب. يبقى إذن عندما تذكر القاعدة يقول لك دي أنها ليست جرما كالأجرام ولا هي ليست جرما وليست كالأجرام، يقصد الإيه الكل القيد والإيه والمقيد. وكذا يقال فيما بعد وهذا مع قطع النظر عن الاستغناء عن قوله كالأجرام، وإلا فهو في الحقيقة مصبه المقيد فقط. أيوة هو في الحقيقة مصبه المقيد مش القيد. قوله وصفاته أي وكل صفة من صفاته، يعني وصفاته تعالى جميع صفات، يعني فيها إيه المعنى ومجموع صفاته ليس كمجموع
صفات المخلوقات، وهذا فاسد لأنه يوهم أن بعضها كبعضها، يعني بعض صفاته كبعض صفات المخلوقات. يبقى هذا معناه إيه؟ الحكم على المجموع، زي ما أحكم عليكم بأنكم طلبة يعني أذكياء، فالحكم هنا على المجموع. لا يمنع أن يكون في ثلاثة أربعة ليس فيهم ذكاء، لأني بحكم على الإيه؟ المجموع، ولم أحكم على كل فرد فرد، وهذا يسمى إيه؟ الكلية. تمام. أما الكل يبقى الحكم على إيه؟ على الهيئة المجتمعة وليس على الأفراد. فعندما قال وصفاته ممكن نفهم إيه؟ يعني صفاته في مجموعها، ليست إيه؟ تقابلها أو تشابهها أو تماثلها صفات المخلوقات، هذا في الإيه؟ المجموع، في مقابلة المجموع. فهذا لا يمنع أن بعض الصفات تماثلها صفات وهذا معنى فاسد. يبقى المراد بكلمة وصفاته المراد بها الكلية، يعني كل صفة صفة، يعني من الكل الجميع وليس الكل الإيه؟ المجموع. اللي مش فاهم يسأل في وقتها عشان لا نتركها. نعم. وهو الحكم على المجموع، وهي الحكم على كل فرد فرد لا من باب الكل، وهو الحكم على المجموع لاقتضائه أنه من مقابلة المجموع بالمجموع، فيصير المعنى ومجموع صفاته ليس كمجموع صفات المخلوقات، فيوهم أن بعضها كبعضها وهو فاسد. قوله مخصوصة أي تعلق بها التخصيص، يعني وليست كصفات المخلوقات حادثة، يعني حادثة يعني موجودة بعد عدم، ومخصوصة يعني تعلق بها التخصيص أي الإيجاد. طب ما هو نفس المعنى، ما الذي أفاده؟ حادثة مخصوصة، لأن حادثة يعني معناها وجدت بعد عدم، يعني لها موجد، يعني تعلق بها التخصيص. فكونها حادثة أي موجودة بعد عدم، يبقى هذا لازم لما قبلها، يعني يلزم من إيه؟ حدوثها أنها مخصوصة، وهذا يسمى إضراب انتقالي. فالإضراب عندنا على إيه؟ على نوعين، عارفينهم؟ إضراب إبطالي، يعني تيجي بل فتبطل ما قبلها وتنشئ حكما جديدا، وهناك إضراب انتقالي، يعني لا يبطل ما قبله ولكن إيه؟ ينتقل إيه؟ إلى حكم آخر. فهو لم يقل حادثة، لو قال بل قديمة يبقى في هذه الحالة اسمه إضراب إبطالي، لأنه أبطل الحدوث، لما هنا زاد معنى فيسمى إيه؟ إضراب انتقالي. نعم. بل وقوله بل هي قديمة أي ويلزم منه أنها ليست مخصوصة، وهو إضراب يعني يلزم من قدمها أنها إيه؟ ليست إيه؟ مخصوصة. وهو إضراب انتقالي عما قبله. قوله وأفعاله أي مفعولاته، وهي تعلقات القدرة التمجيزية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. يبقى هي أفعاله يريد مفعولاته، ليس الفعل نفسه إنما المفعول، والمفعول أو المفعولات هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة كالخلق، ما تقولش والرزق، والرزق لأنه بيتكلم عن المصدر، والإحياء والإيه والإماتة. يبقى رزق يرزق رزقا، إنما رزقا ده الاسم. وقوله حادثة مكتسبة نصب النفي، قوله مكتسبة، وإلا فأفعاله وهي تلك التعلقات حادثة متجددة بعد عدم،
الله بيقول لك هنا وقوله لما يقول بل هي قديمة وأفعاله ليست كأفعال المخلوقات، لأن أفعال المخلوقات حادثة مكتسبة، وقوله حادثة مصب النفي، قوله مكتسبة، وإلا فأفعاله وهي التعلقات حادثة متجددة بعد عدم، يعني المفعولات، يعني التعلقات يعني المفعولات. فهي متصفة بالحدوث بالمعنى الإيه؟ المجازي، يعني أفعال الله تعالى، لأنه في إيه؟ تجدد في المفعولات، وهو إيه؟ يعني في إيه؟ بيقول لك متصفة بالحدوث بالمعنى المجازي، هو الحدوث له معنى حقيقي وله معنى مجازي. نعم، المعنى الحقيقي في الحدوث الوجود بعد عدم، أما المعنى المجازي ليس الوجود بعد عدم، وإنما التجدد بعد عدم، التجدد بعد إيه؟ عدم، لأنه الموجود اللي هو موجود بعد عدم هو المفعول مش الفعل، يعني كون الله تعالى خالق التعلق الصلوحي موجود في الأزل، أي أن الله تعالى له صلاحية الخلق لأن يوجد ويخلق ما يشاء فيما لا يزال، يبقى الخلق كفعل موجود في الأزل كتعلق إيه؟ صلوحي، أما كمفعول هذا لا يكون إلا فيما إيه؟ لا يزال، لا يكون في الأزل، لأنه في الأزل ما فيش خلق. ولذلك بيقول وإلا فأفعاله هي التعلقات، عندما تتعلق بإيجاد شيء، هنا تعلقت بإيجاد شيء ثم شيء آخر، فهذا تجدد، فهذا تجدد بعد عدم، يعني لم تكن متعلقة فتعلقت ثم انتهى التعلق فجاء تعلق، فتتجدد التعلقات، أما الصفة ما فيهاش تجدد. يبقى إذن هي متصفة بالحدوث بالمعنى المجازي، إذن فما هو المعنى الحقيقي؟ ها خليكم فاهمين، المعنى الحقيقي للحدوث الوجود بعد عدم، والمعنى المجازي هو التجدد بعد عدم، يعني التعلقات، لأن التعلق أمر اعتباري لا وجود له، إنما الموجود هو يعني القدرة قديمة والمقدور اللي حيوجد بها حادث، وتعلقها به أمر إيه؟ مجازي أو اعتباري. خلاص كده؟ يبقى إذن التعلق لا ضرر، لا نقول إنه موجود لأنه مش موجود، لا نقول إنه حادث، ولكن نقول إنه إيه؟ فلو وصفنا التعلق بالحدوث يبقى هذا مجازي، لأنه التعلق مش موجود، لأنه الحدوث هو الوجود بعد عدم، والتعلقات ليست موجودة ولكنها إيه؟ تتجدد بعد عدم. واضح ولا مش واضح؟ طيب يلا. فهي متصفة بالحدوث بالمعنى المجازي اللي هو ايه؟ وهو التجدد بعد عدم، لا بالمعنى الحقيقي الذي هو الوجود بعد عدم. فليست مخلوقة، لأن الخلق لا يتصف به إلا الحادث بالمعنى الحقيقي. يعني لا نقال، لا يقال إن التعلقات مخلوقة لأنها لا ليست موجودة، والخلق لا يتصف به إلا الحادث بالمعنى الحقيقي اللي هو الموجود بعد إيه؟ وأما أفعال العباد، يبقى عرفنا الحدوث له معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي، فالحقيقي هو الوجود بعد عدم، والمجازي هو التجدد بعد عدم. وأما أفعال العباد فهي حادثة مخلوقة لله تعالى مكتسبة لهم، أي ليست لهم في أفعالهم إلا الكسب،
أي ليس مش ليس أي ليس لهم في أفعالهم إلا الكسب، وهو مقارنة قدرتهم الحادثة للأفعال، أو تعلق قدرتهم الحادثة بها، أو إرادتهم لها، على الخلاف في تفسير الكسب. وبتكلم على أفعال الإيه العباد، بيقول ليست مخلوقة، ليست يعني حادثة بمعنى إيه؟ بمعنى أن العباد أثروا يعني أحدثوها أو أوجدوها، لأن كلمة الخلق لا يتصف به إلا الحادث بالمعنى الحقيقي. أما أفعال العباد فهي حادثة مخلوقة لله تعالى، يعني الله تعالى خلقها وأوجدها، والعباد مكتسبون لها، أي ليس لهم في أفعالهم إلا الكسب، يعني لا الإيجاد ولا الخلق ولا الإبداع ولا الاختراع. طب ما هو الكسب؟ هو مقارنة قدرتهم الحادثة للأفعال، أو بعبارة أخرى تعلق قدرتهم الحادثة بها يعني بأفعالهم، أو إرادتهم لها، على الخلاف في تفسير الكسب، لأن الكسب لم يجمع له على معنى واضح، اختلفت العبارات في شرحه أو في تفسيره. وذلك الكسب مقارن لتعلق القدرة القديمة بالفعل، فإذا حرك الإنسان يده تعلق بها قدرتان، قدرة العبد على سبيل الكسب، وقدرة الله تعالى على سبيل الخلق. يعني الكسب مقارن لتعلق القدرة القديمة بالفعل. طب كيف الكسب حتى لو فهمناه حيبقى إيه؟ حادث. كيف يقارن القدرة القديمة؟ فاهمين؟ يعني الكسب حتى لو فهمناه يبقى إيه؟ شيء موجود بعد عدم، سواء كان المعنى الحقيقي أو المعنى مش ما يضرناش، لكن بيقول لك هنا وذلك الكسب مقارن لتعلق القدرة القديمة. كيف يبقى مقارن للقدرة القديمة وهو إيه؟ وهو حادث، وفي في الأزل أو في القدم في حاجة اسمها كسب؟ ما فيش. كيف تفهم هذا؟ أنا عاوز أعرفكم كيف تجيبون على هذا. قولوا أي شيء ولو كان خطأ. نعم، هذا الشيء مغدر في هذا الكسب، مغدر أصلا في هذا. لا، ليس هذا هو المعنى. إذا كان أصلا الكسب مش فاهمينه أو مش عارفين نشرحه أو بنحاول نقربه، كيف تقول مقدر في الأزل؟ المقدر في الأزل الإيجاد وتخصيص الذي يوجد ببعض ما يجوز عليه، هذا هو المقدر، إنما ده ليس أمر وجودي. تعال قاعد وراء حجاب ليه ما تيجي يا شيخ هنا واسع؟ تعال عشان تكون ظاهرا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لا تخفي نفسك. قول. لا، لو انت دققت في العبارة بيقول وذلك الكسب مقارن مش للقدرة القديمة معاذ الله، وإنما مقارن للتعلق، والتعلق أمر ليس وجودي، والكسب نفسه بيبقى مش وجود، بيبقى ما فيش، يبقى هو مقارن للتعلق اللي هو التعلق التنجيزي الحادث اللي هو الخلق بالنسبة للقدرة القديمة. فشوف العبارة هنا دقيقة، قال وذلك الكسب
مقارن لتعلق القدرة القديمة بالفعل. كلمة بالفعل يعني التعلق التنجيز الحادث. فإذا قلنا بهذا ولو قلنا بأنه الكذب شيء وجودي يبقى حادث. قارن حادثا في مشكلة دلوقتي، ولا تقول في تقدير في علم الله، ولا تقول مش عارف هو أزل، هتدخل في متاهات. هو العبارة واضحة، يعني هو التعلق التنجيزي حادث ولا مش حادث؟ لا، والكسب يبقى ممكن يتعلق به، يبقى في الحالة دي لم يقارن القدرة القديمة، وإلا حيكون إيه الكسب إيه قديم. يلا. وذلك الكسب مقارن لتعلق القدرة القديمة بالفعل، فإذا حرك الإنسان يده تعلق بها قدرتان. بجيب لك مثال، يعني إذا حركت يدك يبقى في هذه الحالة إيه التعلق بها؟ قدرة العبد، بس على سبيل الكسب. إيه هو الكسب؟ قال لك مقارنة القدرة الحادثة للمقدور، أو مقارنة القدرة الحادثة لتعلق القدرة القديمة بالمقدور. تعلق يعني الله تعالى عندما تحرك يدك يخلق قدرة حادثة، تمام، وهذه قدرة تكون مقارنة للفعل ومقارنة لتعلق القدرة القديمة اللي هو الإيجاد بالفعل. فإذا حرك الإنسان يده تعلق بها قدرتان، قدرة العبد على سبيل الكسب. طب لماذا إذا كانت قدرة العبد التي بها الكسب ليست مؤثرة، يعني ليست موجدة للفعل أصلا، بل هي مقارنة فقط، والفعل يوجد بالقدرة القديمة وحدها، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى إيه معين ولا إلى أحد يشاركه في إيجاد فعل ما، فيجب استناد المخلوقات كلها إلى الخالق بلا واسطة ولا معين. يبقى كده احنا كيف نقول حركة الإنسان أو فعل الإنسان أو كسب الإنسان تتعلق به قدرتان؟ يجي واحد يسأل سؤال كده عقلي منطقي، ما فائدة تعلق القدرة الحادثة؟ هل هي ستعيد القديمة؟ هل هي مثلا يعني زينة كده مثلا؟ إذا كان ليس لها تأثير. ولهذا مثلا بعضهم استنكر وقال كده لنا قدرة لسنا بها نقدر، لنا قدرة بس لا نقدر بها، لا نتحرك بها، لا نفعل شيئا بها، إذن فما فائدتها؟ لنا قدرة لسنا بها نقدر، وربنا سوغ إطلاقها في قوله من قبل أن تقدروا. ربنا سماها قدرة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يبقى في هذه الحالة إيه الجواب على هذا؟ الجواب على أن القدرة الحادثة لا تأثير لها، ولا تخلق، ولا توجد شيئا، ولا تعدمه، إلا أن الله تعالى يخلقها مع الفعل الاختياري، وفائدتها تصحيح التكليف. لأن الله تعالى لو أوجد هذا الفعل الاختياري من غير قدرة مقارنة له ومن غير كسب من العبد، يبقى إذن لا وجه لإضافة الفعل إلى العبد، يضاف إلى الله وخلاص، فلا يضاف الفعل أصلا إلى العبد إلا من هذا الوجه. والفائدة كما قلت لكم تصحيح التكليف،
لأن الله تعالى لو خلق فيه هذا الفعل خلقا دون أن تقترن معه قدرة حادسة لكان الإنسان عاجزا، ولخلق الله الفعل فيه كما يخلقه في الجماد. يعني أنت عبارة عن جثة هامدة، لا حراك لك ولا قدرة لك ولا شيء عندك، فيخلق الله فيك الحركة، يخلق فيك الكلام، يخلق فيك الأفعال إلى غير ذلك. قال لأجل هذا انقسمت أفعال العباد إلى قسمين، إلى أفعال اختيارية تقارنها قدرة حادثة، أما الأفعال الاضطرارية لا تقارنها قدرة حادثة، ولهذا نفرق بين الأمرين. يستطيع الإنسان من خلال البديهة كده أن يفرق بين أفعاله الاختيارية كالمشي والحركة والقيام والقعود، وبين الفعل الاضطراري كارتعاش اليد في البرد. مفهوم؟ يلا. فإذا حرك الإنسان يده تعلق بها قدرتان، قدرة العبد على سبيل الكسب وقدرة الله تعالى على سبيل الخلق، والكسب بالمعنى يجب. وانت تسأل سؤال تاني يبقى كذا، هل هناك فعل واحد له فاعلان؟ قال لك أبدا، إحنا ما قلنا أن قدرة العبد فاعلة ولا مؤثرة، إذن فهناك توحيد في الأفعال أو في خلق الأفعال. وعندما قلنا قدرتان لم نقل إن القدرتين تفعلان أو تؤثران، بل المؤثر هو القدرة القديمة والأخرى مصاحبة مقارنة لتصحيح التكليف. كمل. والكسب بالمعنيين الأولين أمر اعتباري. يعني لأنه لو كان الكسب أمر وجودي هنقع في مشكلة كبيرة، فنقول من الذي أوجده؟ الله. يبقى كده خلاص ما فيش كسب، يبقى ما دام الله اللي أوجده يبقى زي خلقه للفعل. طب وإذا أوجده الإنسان كان مشاركا لله، في أفعاله. ما هو ده فعل وده مضاف للإنسان، فقال لك الكسب مش فعل، إنما هو أمر اعتباري، والاعتباري ليس وجودي، فلا يتصف بأنه مخلوق لله. ولذلك قامت الدنيا وقعدت على الأشعار، قل تعالوا مين اللي أوجد الكسب؟ لو قلنا لهم ربنا خلاص يبقى احنا كده رجعنا إلى مذهب الجبرية، ولو قلنا لهم العبد يبقى كده بقينا معتزلة. وما نقول لهم ايه؟ قال أصل ده مش مخلوق، يعني لا يوجد شيء وجودي اسمه الكسب، وإنما الكسب شيء اعتباري عبارة عن مقارنة، والمقارنة دي أمر اعتباري. يعني أنا ماشي في الشارع واحد ماشي جنبي كده، هل أنا أثرت خليته يمشي جنبي وأنا ماشي كده عاوز يبقى بعيد عني، بس أنا مش عاوز أغير اتجاهي، برضو ما فيش تأثير، لا نعرفه ولا هو يعرفني، هو مصاحب، وليس إيه أمرا وجوديا حتى تتعلق به الإيه القدرة. ولو كان أمرا وجوديا لا أيضا لانفرد الله تعالى به لأنه خالق كل شيء. الاقتران قالوا نعم، ما اللي بيقترن؟ قالوا عشان ما يبقاش يعني مكلف كده وما عندوش قدرة. فالمسألة معقدة عقلا، يعني ما تجيبها كده تجيبها كده، يعني لا تستطيع أن، يعني هي مش حكاية في مستوى، هي مش معقولة أصلا، هي مش نصوص قرآنية عشان نقول فوق مستوى العقول. هو نزل في الكتاب والسنة حاجة اسمها كسب، ولا حتى الصحابة صرحوا بها،
ده تقريب فقط للايه للاراء والمذاهب. ولذلك مذهب السادة الأشاعرة لم يخرج عن الجبر، ولكنه خرج عن الجبر الحسي، والأشاعرة هم الجبرية المتوسطة.